الأخذ منك عزيز بذاك الصواب، أخذ من الحشد يا الزهرة كم شاب كم شاب. ويا الصواب ويلي صواب، الأخذ منك عزيز بذاك الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعوكم حسينية المرحوم الحاج داود العاشور إلى الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد القائد المجاهد رائد جاسم القطراني، وذلك في يوم الجمعة في السادس من الشهر الثامن في تمام الساعة 7:30 مساء، حيث يرتقي المنصة الخطيب السيد أحمد الصافي والشاعر مصطفى حرب والشاعر علاء العيساوي والرادود ملا حميد التميمي والرادود ملا حيدر الصغير، علما أن مقدم المجلس ملا علي الرميثي وقارئ القرآن الكريم القارئ محمد نزار. النقل سيكون مباشرا على قناة العقيلة الفضائية وأم البنين وقناة الحسينية في اليوتيوب، ومن الله التوفيق.